كده ليه؟ عشان ما جرحش مشاعر اخواتنا المسلمين. اصيل قلب الفول قلب الفول كمان. عارف انا عمري في حياتي ما شربت نفس سيجاره ولا بق ميه قدام حد صايم. ناولني الميه بقى. ده على اساس ان انا مجوسي؟ مجوسي ايه يا جدع؟ انا ابراهيم يا ملاك. ابراهيم ايه ملك؟ يلا مسلوف فلوس. قول يا ابراهيم. فلوس ايه يا عم؟ يا عم ارحمني بقى، ارحم معدتي. امال مالك يعني؟ لا بتعدي علي زي زمان ودايما سرحان. الشغل بقى ملاك. قمر الله يخليك يا عم. مش انت يا عم، بقول لك قمر. وتقول لي شغل على بابا؟ شغل ايه اللي ياخدك مني ده؟ شكلك يعني. ايوه يعني براحتك يا عم. حرام عليك بقى، حرام عليك بقى يا عم. انا ماشي، خليك قاعد. هقفل انا الباب عشان ما تجرحش مشاعر اخواتك الصايمين. كتر خيرك. اضرب اضرب. ماشي. الله ده صايم.